أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. حضرموت تحتفي بانتهاء برنامج دعمي وتفعيل المنظومة الأمنية من دولة الإمارات العربية الشقيقة. مناقشة تدخلات مشاريع منظمة اليونسيف العالمية في قطاع التربية والتعليم بحضرموت. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع مساعدات إغاثية لجمعية الطموح لرعاية وتأهيل المعاقات حركة. أهلا بكم. نظمت السلطة المحلية بحضرموت والإدارة العامة للأمن والشرطة حفلا خطابيا وفني وتكريمي في المكلا بمناسبة اختتام برنامج تأهيل وتطوير وتفعيل المنظومة الأمنية بساحل حضرموت الذي قدمته وزارة الداخلية بدولة الإمارات الشقيقة. وخلال الحفل أشار محافظ حضرموت إلى أن ما تحقق في قطاع الأمن والشرطة أحدث تحولا كبيرا في المنظومة الأمنية، ويعد عملا عظيما يحظى بتقدير عال من السلطة المحلية اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن انطلاق برنامج دعم وتفعيل المنظومة الأمنية شهد العديد من المنجزات في بناء مراكز الشرطة وإعادة تأهيلها وتأهيل وتدريب نحو 1400 من ضباط وصفو جنود الأمن والشرطة. فيما جدد مدير عام أمن ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة ولفريقها الأمني لدعمهم لبرنامج تأهيل وتفعيل المنظومة الأمنية. هذا وشهد الحفل فقرات فنية ومشهد حكاية ملحمة وأبريت رسالة سلام أظهر الوفاء لدولة الإمارات وللتحالف العربي، إلى جانب عرض أفلام مصورة لما تحقق من منجزات وإعادة تأهيل المنظومة الأمنية في ساحل حضرموت. عقد المكتب التنفيذي بساحل حضرموت اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري برئاسة وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش لمناقشة عدد من التقارير التقييمية. وناقش المكتب التنفيذي الإنجازات التي تحققت لمكتب وزارة الزراعة والري وعرض التقرير السنوي للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي. كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير مقدم من الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية فرع حضرموت. وتناول الاجتماع تقرير نشاط السلطة المحلية لمديرية الديس الشرقية، وكذلك استعرض أيضا التقرير التقييمي لنشاط المكتب التنفيذي بساحل حضرموت خلال العام المنصرم، الذي أشار إلى أن المكتب التنفيذي عقد 9 اجتماعات خلال العام المنصرم ناقشت 41 موضوعا وتم اتخاذ 99 قرار و91 تكليفة و18 توصية رفعت للجهات المعنية. بحث لقاء اليوم بسيئون ضم قيادة السلطة المحلية ومدراء عموم عدد من الأجهزة التنفيذية بوادي وصحراء حضرموت تدخلات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدد من المجالات الخدمية والتنموية. وفي اللقاء استعرضت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت مصفوفة مشاريع بحاجة إلى تدخلات عاجلة شملت التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق وجامع السيئون، إلى جانب المعهد التقني وتطوير الجانب الزراعي وإدخال التقنيات الحديثة لمواكبة التكنولوجيا وتغطية الطلب المحلي وبدول الجوار. بدوره أوضح ممثل البرنامج المهندس عبد الإله الوليد أن اللقاء يأتي لتلمس احتياجات مديريات الوادي والصحراء في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن تدخلات البرنامج التي تعتمد على اليد العاملة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن والارتقاء بالخدمات الأساسية. وتخلل اللقاء إعطاء شرح موسع من قبل مدراء عموم الأجهزة التنفيذية لأوجه التدخلات التي يتطلبها الواقع للنهوض بالخدمات ورفع قدراتها لتلبي احتياجات المجتمع المحلي. افتتحت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت المعرض الخامس لتسويق وترويج منتجات المرأة الذي نظمه اتحاد نساء اليمن فرع الوادي بالشراكة مع الإدارة العامة للبحوث التنموية ومكتب الشؤون الاجتماعية وجمعية المستقبل لتنمية المرأة بتريم
ومؤسسة مبادرون للتنمية. وأوضحت رئيسة اتحاد نساء اليمن بالوادي والصحراء فاطمة النربي أن المعرض الذي سيستمر على مدى يومين يهدف إلى تنمية قدرات المرأة المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية لديها وترويج منتجاتها من مخرجات دورات الحرفية والمهنية وتوعيتها بأهمية التعليم وتحفيزها على حب العمل الجماعي وإخراج المرأة إلى سوق العمل وإبراز إبداعاتها في الأعمال الحرفية واليدوية وتسويقها. ويشارك في المعرض أكثر من 70 امرأة وجناح تسويقي للمنتجات المحلية والإبداعية من مديريتي سيئون وتريم والنازحات والعائدات من الاغتراب. التقى وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون بمنسقة مكتب اليونيسف بمحافظات حضرموت والمهرة وسقطرى الدكتورة فوزية غرامة لمناقشة تدخلات مشاريع منظمة اليونيسف العالمية لإقطاع التربية والتعليم بالمحافظة. وفي اللقاء ثمن الوكيل عبدون جهود المنظمة وما تقدمه من تدخلات في مشاريع المرافق الصحية لعدد من مدارس المحافظة إلى جانب مقترحاتهم الأخيرة باعتماد إعادة تأهيل 4 مدارس و70 مرافق صحية وتوفير أثاث ومستلزمات مدرسية مطلع العام الدراسي القادم للتخفيف من عملية الازدحام. بدورها أكدت الدكتورة فوزية غرامة إدراج حضرموت ضمن خطة التدخلات للمشاريع التي تم التطرق عليها، ويتم دراسة مشاريع مستقبلية تهدف إلى النهوض بواقع القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة. اختتم اليوم مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدورة التنشيطية للعاملين الصحيين مقدمي خدمة التحصين في المحافظة بمشاركة نحو 25 عامل صحي. وعبر مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري عن رغبته الشديدة في السعي لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة عبر السبل الممكنة وبذل أقصى الجهود لاستقطاب التدخلات اللازمة لرقيب الجانب الصحي في ساحل حضرموت، مشير إلى أن هذه البرامج تأتي من ضمن خطة وأولويات مكتب الصحة لتحسين الجانب الصحي لدى المواطنين، مؤكدا أن خدمات التحصين الروتيني مستمرة في جميع مستشفيات ساحل حضرموت. من جانبه شدد مدير الرعاية الصحية الأولية الأستاذ فؤاد مطرف على التركيز إلى الجانب العملي للحصول على مخرجات جيدة من البرنامج التدريبي وانعكاساتها على الواقع ولتصبح شيئا ملموسا في المساهمة والحفاظ على حياة الكثير من الأشخاص. وقع مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية وثروات المعدنية فرح حضرموت المهندس صلاح بابحير عقد دراسة وبحث للأحجار الكريمة والشبه الكريمة لمشروع الباحث والمستثمر عامر العكبري بالطريق القبلية بمديرية أرياف المكلا. وتستهدف الاتفاقية الوديان الواقعة بالطريق القبلية ضمن مديرية أرياف المكلا، كما أن الهيئة تشجع هذه المشاريع التي تساهم في مساعدة الخريجين والباحثين في المجال الجيولوجي لإيجاد فرص عمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة العمل والمحافظة والوطن أجمع. وعلى نتائج الدراسة والبحث سيتم بناء مشاريع استراتيجية واستثمارية فيها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانب آخر قام فريق الجيولوجيا البيئية بهيئة المساحة الجيولوجية وثروات المعدنية فرح حضرموت بدراسة جيوبيئية لخامات معدنية مناطق بمديريتي الديسي الشرقية والريدة وقصيعر، حيث درس الفريق النواحي الجيولوجية البيئية لمعدن الجبس وكيفية الاستخراج دون الإضرار بالجوانب البيئية بمنطقة الديسي الشرقية. وكذلك تمت دراسة صخر الحجر الجيري بمنطقة الريدة وأخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الجيوبيئية، إضافة إلى خام البوزلانا بمنطقة الحافة بمديرية الريدة وقصيعر وكيفية التعامل معه بالطرق الحديثة في الاستخراج والحفاظ على الخامات من عشوائية الاستخراج. وأخذت جميع البيانات الحقلية إلى أن يتم تحليلها وترجمتها إلى تقارير إلى شركة 3S ميدنار المحدودة. دخلت مديرية دوعان منظومة الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي منذ مساء الاثنين الماضي بعد توقف مولدات محطة الإهرام
إثر نفاذ مخزون مادة الديزل لدى إدارة كهرباء دوعاً. وأفادت مصادر مطلعة أن شركة بترونسيلا رفضت صرف الكمية الإسعافية المخصصة لكهرباء دوعاً وفق توجيهات سابقة من محافظ حضرموت، حيث طلبت الشركة توجيهات جديدة لصرف نحو 200,000 لتر من مادة الديزل للمديرية. وخلف انقطاع التيار الكهربائي أزمات عديدة في دوعاً تحمل تبعاتها المواطن جراء الانقطاع العشوائي، في حين توقفت مضخات مياه الآبار في بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى معاناة حقيقية بحق أبناء المديرية. بدأت بمدرسة الأمل الصم والبكم بسيئون الدورة التدريبية في مجال تعليم أساسيات لغة الإشارة لموجهي قسم التوجيه بإدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون، وبتنظيم جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بوادي وصحراء حضرموت، وبالشراكة مع إدارة التربية والتعليم بسيئون. وسيتلقى 13 موجه على مدى يومين معارف ومفاهيم وخبرات في أساسيات لغة الإشارة تمكنهم من التفاهم مع الطلاب والطالبات الصم والبكم ومعرفة احتياجاتهم التعليمية وسهولة التخاطب معهم. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية على ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لجمعية الطموح لرعاية وتأهيل المعاقات حركيا بمديرية ساحل حضرموت. وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الخيرية التي تبذلها الإمارات للتخفيف من الأهالي من وطأة الأزمة بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، حيث وزع فريق الهيئة عدد 300 سلة غذائية متكاملة مستهدفاً 1500 فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بجمعية الطموح. وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقياداتها وشعبها على المعاناة القيمة التي تقدم في مختلف المجالات. يستعد أبطال الدراجات الهوائية بحضرموت إلى بدء انطلاق لعبة طواف المحبة والأمن والسلام محافظة حضرموت إلى محافظة المهرة منتصف الأسبوع القادم. وأوضح رئيس اتحاد لعبة الدراجات الهوائية بساحل حضرموت رئيس البعثة الرياضية الأستاذ خالد بن سعيد إلى أن هذا الطواف يأتي برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت وإدارة الأمن وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن الهدف من النشاط إيصال رسالة المحبة والأمن والسلام من أبناء حضرموت إلى جميع أبناء محافظة المهرة لتوطيد العلاقات الحميمة وتجسيد الأخوة بين أبناء المحافظتين. وأشار رئيس اتحاد الدراجات إلى أن الطواف سينطلق من مدينة المكلا صباح الاثنين القادم في خط الاتجاه السير الرئيسي بالمناطق والمديريات الساحلية من حضرموت إلى المهرة، وسيسبقه استعراض للأبطال مساء الأحد، وسيرافق البعثة فريق طبي وسيارة إسعاف إلى محافظة المهرة. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. حضرموت تحتفي بانتهاء برنامج دعم وتفعيل المنظومة الأمنية من دولة الإمارات العربية الشقيقة. مناقشة تدخلات مشاريع منظمة اليونسيف العالمية في قطاع التربية والتعليم بحضرموت. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع مساعدات إغاثية لجمعية الطموح لرعاية وتأهيل المعاقات الحركية. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.